هالاند طاير ولويس دياز وراه، الحق يعمل الوايلد كارد وظبط فريقك قبل الجوله السادسه. هنقول لك تعمل كده ازاي في حلقه جديده من فانتازي يلا كوره. بس ما تنسوش تنضموا الليج يلا كوره، الكود هيظهر قدامكم وخلونا نلعب سوا. قول لنا كده مصطفى، ايه اللي لفت نظرك في الجوله اللي فاتت؟ يعني سريعا يا عبد الرحمن، الجوله اللي فاتت اكدت لينا ان هالاند ولويس دياز طايرين ومفيش ليهم منافس. كمان اكدت لي الناحيه الثانيه دفاع ارسنال جامد قوي، وان نيوكاسل ومانشستر يونايتد ما تامنش ليهم. لسه في ناس فرقها مش مظبوطه قوي، وناس الدنيا ضربت معاهم خالص. عشان كده لازم تلحق تعمل وايلد كارد راي تصلح بيه الدنيا. قول لنا بقى بودا نعمل ازاي الوايلد كارد ده. خلينا نبدا بالحراس. للاسف ديفيد راي مصاب، ولكن لو عندك خليه، هي اصابه عضليه وممكن تريحه الجوله دي. لكن لو مش عندك ممكن تستنى وتشوف مده غيابه هتبقى قد ايه. نروح لمين تاني؟ ممكن تفكر في سانشيز حارس تشيلسي وفليكن حارس مرمى برينتفورد، وعندك أليسون لو بقى جاهز مع ليفربول، ولو مش جاهز خليك مع كليهير. نيجي بقى للدفاع، واول لاعب هيجي في بالك من غير ما تفكر جابرييل، اللي بقى هداف اكتر من لعيبه الهجوم بسبب الكور الثابته. ممكن تعمل دبل دفاع من ارسنال لو مش هتجيب رايا، تاخد منهم سليبا وكلافيوري اللي مسجل هدف صاروخي الجوله اللي فاتت قدام مانشستر سيتي. ممكن تاخد من ليفربول الكسندر ارنولد وكوناتي. ممكن تفكر كمان في بيدرو بورو وريكو لويز اللي وقته هيزيد كمان بعد اصابه رودري. قول لنا بقى مصطفى نجيب مين في خط والهجوم. يعني ما دام اتكلمنا عن خط الوسط يا عبد الرحمن، يبقى اول اسم لازم نتكلم عليه محمد صلاح، الراجل هيلعب ولفرهامبتون اللي دفاعهم كله بيغيب، وناحيه الشمال عندهم ثغره اللي هيلعب عليها صلاح في الجناح اليمين، يسجل منها مدويكي وسجل منها ساكا. يعني صلاح جون مضمون على الاقل، مش هقول لك كمان جونين وثلاثه ممكن اسيست. ما دام اتكلمنا على صلاح ولويس دياز، لازم نتكلم عن ناس تالقت برده الجوله اللي فاتت. زي مين؟ زي براين بيومو من برينتفورد، الراجل عنده جدول كويس، ونفس الكلام ده يتقال على مورجان روجرز اللي اخيرا فرح ملاكه وصنع بقى اهداف وبدات الماكينه تشتغل. نخش بعد كده على المهاجمين. ما دام المهاجمين، اول اسم هالاند لازم يبقى عندك في تشكيلتك، ما فيهاش هزار، هالاند رقم واحد. بعديه عندك واتكنز وعندك نيكولاس جاكسون، الاثنين فايقين قوي، جدولهم كويس، بيسجلوا كتير، ممكن على الاقل يبقى معاك واحد من الاثنين، ان ما كانش الاثنين لو هتضحي شويه بخط الوسط. لو عايز خيارات ارخص شويه، ممكن تفكر في كريس وود من نوتنغهام، الراجل فايق وبيسجل كويس. وممكن تروح كمان لخيارات تانية. زي مين؟ زي دوران من استون فيلا، الراجل ابي يشارك كبديل لكن هيجي له وقت ويلعب كاساسي عشان ضغط دوري ابطال، وكمان كل ما بينزل كبديل بيسجل. وممكن برده تفكر في خيار ديفرنشال حلو زي راول خيمينيز من فولهام او دومينيك كالفرت لوين من ايفرتون. بمناسبه الكلام على الديفرنشلز، قول لنا كده شويه ديفرنشلز حلوين يا عبد الرحمن نظبط بيهم الدنيا الجوله الجايه ونفرق بيهم عن المنافسين بتوعنا. عندنا اول اختيارين ماديسون من توتنهام وسميث رو من فولهام. عندك ديبلينج سعر ساوثامبتون اللي جايب 11 نقطه الجوله اللي فاتت وسعره كمان 4.5 مليون يا بلاش. عندك كمان مافيديدي لاعب ليستر سيتي وسعره كمان اقل من 5.5 مليون جايب 17 نقطه اخر جولتين، وكمان عنده جدول ماتشات سهل بعد ماتش ارسنال. قول لنا كده مصطفى، نبعد عن مين الجوله اللي جايه؟ نبعد يا عبد الرحمن عن لعيبه معينه، مش اسماء بس، عن اللعيبه اللي بقتش اساسيه في فرقها، عن اللعيبه اللي بتتصاب كتير، عن اللعيبه اللي لحد دلوقتي مش عارفه تجيب فورمتها. زي مين؟ زي مونيس فولهام اللي فقد مكانه الاساسي لراؤول خيمينيز، وزي ايزاك مع نيوكاسل اللي برده مش قادر يجيب فورمته واصبرنا عليه كتير قوي. زي لعيبه كتير في مانشستر زي برو فرنانديز يمكن ممكن يسجل نقط الجولات الجايه، ولكن برده مش في احسن حالاته. عندنا برده لعيبه ثانيه ممكن نبعد عنها زي جواو بيدرو من برايتون، راجل مصاب ومش هيلعب ماتش تشيلسي. كل اللعيبه دي هترجع تسجل نقط، بس دلوقتي في خيارات تانيه ارخص واحسن وهتجيب لك نقط اكتر، فما تزعلش حتى لو جابوا، كده كده الخيارات البديل عندك المفروض انها تجيب عنه. طبعا كلنا بنفكر هنكابتن مين الجوله الجايه، قول لنا كده يا بود، شايف مين احسن كباتن للجوله الجايه؟ طبعا من غير ما تفكر هالاند كده كده معاك، خاصه ان نيوكاسل واقعين الفتره اللي فاتت. في خيارات مغريه كمان، عندك لويس دياز وصلاح اللي هيلعبوا ولفرهامبتون، ولويس دياز متالق بشكل كبير الفتره الاخيره. عندك كمان واتكنز هيلعب ابسويتش تاون، وساكا هيلعب ليستر سيتي. ممكن تروح لخيارات تانيه هتبقى ريسك شويه زي بيومو وكريس وود ونيكولاس جاكسون قدام برايتون. ما ينفعش نقفل عبد الرحمن حلقتنا من غير ما يتكلم على متصدرين ليج يلا كوره بتاع الفانتسي. عندنا خالد شحاته في المركز الاول 421 نقطه، الله ينور يا خالد. وعندنا في المركز الثاني علاء بن درهيم من الجزائر، كل تحياتنا لاشقائنا في الجزائر، 420 نقطه. في المركز الثالث احمد فتحي 419، منافسه سخنه قوي ولسه هتحلى الجولات الجايه. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، لكن الكلام لسه ما خلصش، لسه عندنا كلام كتير قبل التوقف الدولي. استنونا في حلقه الاسبوع الجاي من فانتازي يلا كوره. كان معاكم مصطفى جمال وعبد الرحمن سعيد. سلام.